الاجتماع الرابع لهذا العام للمجلس البلدي بمحافظة مسندم، حيث ناقش المجلس الردود التي وردت له بشأن القضايا المطروحة، وذلك بهدف الوصول إلى قرارات مدروسة. كما قام المجلس بمراجعة المواقع والمخططات المعرضة لمخاطر الفيضانات، مع التركيز على تأثير الظروف الجوية والتغيرات المناخية على المنطقة. تستعرض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في محافظة مسندم عدة مشاريع في اجتماع المجلس البلدي الذي يعقد اليوم. يتعلق أهم هذه المواضيع تتعلق باعتماد دليل حوكمة السدود ومجاري الأودية، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى. بناء عليه سيتم تحديد المواقع المتأثرة والتي تستوجب اعتماد مشاريع للسدود وأيضا تصريف مجاري الأودية المناسبة وتعويض أي أراضي قد تكون متأثرة في مجاري هذه الأودية، فهو يعتبر مظلة وحماية عامة وشاملة لحماية المخططات والمساكن والمنشآت من مخاطر الفيضانات. كما تم اقتراح إنشاء حديقة ريفية عامة في منطقة السد بولاية دبا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة البحيرة المائية في منطقة الشعبية بولاية دبا بهدف تعزيز البيئة وجذب السياحة المحلية. لقد ناقش المجلس اليوم في اجتماعه حول إحياء الحديقة المائية في ولاية دبا الواقعة بين الشعبيتين، حيث أن هذه المنطقة أصلا حيوية، وكذلك أصبح قد يكون مكان للسياحة. يجب وضع قناة مائية مرتبة، كذلك وضع بعض الأكشاك أو ما يناسب مثل ما تقول الزيارات اللي هي قبوا فيها السواح أو الموجودين كذلك في الولاية عندنا. وكذلك ناقش المجلس مواضيع سابقة مثل موضوع الشارع اللي هو الواقع بين منطقة الغرابية والبيعة. وأخيرا ناقش المجلس تخصيص أرض لإقامة محطة الصرف الصحي في نيابة ليما بولاية خصب لتلبية احتياجات البيئة والمجتمع. عدة مواضيع ومقترحات ناقشها المجلس البلدي بمحافظة مسندم باجتماعه الرابع لهذا العام، كما استعرض المجلس المواقع والمخططات المعرضة للفيضانات بمحافظة مسندم. من ولاية خصب، عقيل بن عماد الكمالي.